اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده حابب ان هي تكون فيها بساطه، سهوله، مرونه. تخش المطبخ انت مش عارفه تعملي ايه، لا بالعكس لازم يكون عندك قواعد للمطبخ واسس للمطبخ وعارفه انك هتعملي ايه. قيمته الغذائيه العاليه جدا بتناسب كل افراد الاسره، الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. معانا جوز فراخ شامورت النهارده من خير الريف المصري والصعيد المصري الجميل. الفراخ الصغيره انا شخصيا بحبها، باكل العظمه والقرقوشه قبل اللحمه. هنعملها النهارده مشويه بالبصل المكرمل. يعني ايه البصل المكرمل؟ يعني واخد طعم الكرمله وفيه السكر. بصل خير ارضنا المصري الجميل الاحمر ده لما بيتكرمل على النار بطريقه الشيف المغازي بناخد منه السكريات والكرمله، بيشارك مع طعم الفراخ بيكون طعمه جميل جدا. معانا رز مبهر النهارده بالفليفر والطعم العربي الجميل اللي هي البهارات العربيه، الحبهان والهيل والورق الرورو. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. اضافه له زبيب او جزر، ده اختياري. الاكل الحلو ده والفراخ والرز محتاجين نعمل شويه ملوخيه ناشفه. الملوخيه الناشفه في الصعيد الجميل والريف المصري الجميل مشهوره، وهي اهم من الملوخيه الخضراء. علل ذلك يا شيف، وسبب ذلك لان الملوخيه الناشفه بتتعرض لاشعه الشمس وجمال الشمس لما بتطلع وتسطع على ارضنا الجميله. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف بعد الكلام الحلو ده هل فعلا في عمل جميل واطباق حلوه وطعم جميل. الكلام ده نشوفه عملي دلوقتي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي لو معايا جوز فراخ حلو شامورتي مربياهم في البيت، مربياهم على السطح، اشتريهم من عند الراجل الفرارجي، هنعملهم ازاي مشويه بطريقه مختلفه. والاسئله دي كتير بنسالها على السوشيال ميديا، الفراخ المشويه بتتشوي ازاي؟ السؤال كلمه فراخ مشويه بتبقى صوره مفتوحه، مقاديرها على الشاشه. جوز فراخ وزن الواحده تقريبا يعمل 750 جرام، معانا من البهارات العربيه معانا سماء ولومي اللي هو الليمون الجاف، ومعانا حبهان وكركم وكمون وكزبره والقرفه الناعمه، ما ننساش معلقه هريسه حلوه اللي هي الفلفله الحلوه والزبده والثوم والبصل. الاكله دي البصل هي الاساس، والبصل هو العمود الفقري للاكله، والبصل هو الطعم الاصيل. تعالوا نشوف نعمل ازاي الفراخ المشويه بالبصل المكرمل. معانا شويه بصل حلوين كده زي الفل. هنمسك البصل ده نقطعه شرايح، دي المصطلحات العلميه الطهويه، يقول لك شرايح، يقول لك جوليان، سلايز، مالكيش دعوه بالمصطلحات دي. تعالوا نشوف ازاي سكينتك حاميه. تقطيعتنا للبصل لازم تكون بالشكل ده كده. في طريقه لتقطيع البصل بتحافظي على شكل البصلايه بعد التقطيع. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني البصل ده لما نيجي نحمره ونعمله بصله مقرمشه للكشري لازم نخلي البصلايه يبقى شكلها لطيف وجميل، فالطريقه لازم تتقطع بالشكل ده كده. اه شفتوا ازاي؟ اه زي ما انا بقطع كده البصلايه تتقطع بالطول وتتاخد بالشكل ده كده. طب في طريقه غلط يا شيف؟ الطريقه الغلط اهي، ان انا اقطع البصلايه كده وبعد ما اقطعها اقطعها كده. الفرق بين الاثنين تاني اهو. اه لو انا قطعت كده البصلايه عمرها قصير في الحله، البصلايه عمرها قصير في قلب الزيت وهي بتتحمر. لو انا قطعتها بالشكل ده تاني كمان واحده اهي زي بعضه اهي 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 اهي. دي طريقه غلط لتقطيع البصل في حاله تحميره او ان انا اكرمله. ايه الصح يا مغازي؟ ان احنا نقطع البصلايه كده ونجي عليها بالشكل ده كده العكس. اه اه نمشي مع الانسجه بتاعه البصلايه. اه اه بالشكل ده كده، ده في فرق طبعا. اه معانا اساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري والاخراج المميز، نفس التقطيعه بالشكل ده كده زي الفل. حاضر عينيا، حاضر زي الفل. التقطيعه دي ماشيين مع بعض كده زي الفل. اه 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 سكينتك في ايدك حاميه، مقبضك لمقبض السكينه تكوني متحكمه فيها علشان ايدك ما توجعش مع استخدامك للسكينة. كمية بصل محترمة زي الفل، البصل من الدرنيات الجميلة والجنزبيل والثوم اللي بيعلي المناعة وبيقوي المناعة، مضادات أكسدة، بينشط الدورة الدموية، حارق للكوليسترول. درنيات يعني بصل يعني جنزبيل يعني ثوم. طاسة على النار شديدة الحرارة. يا نعم. طيب حاضر. طاسة شديدة أنا معايا الأستاذ عوض طبعا مخرجنا الجميل شاطر جدا في المطبخ. هو بيقول لي ما تقولش اسمي يا شيف، بس انا ما اعرفش ما اقولش كده. طب احبك انت عارف يعني، ده انت علمتني حاجه في دنيتي عمري ما اتعلمتها، البروفه قبل الشغل. عمري ما كنت اعمل بروفه. حلو الكلام. البصل كده بالشكل ده كده زي الفل. اه تمام كده خلاص الموضوع. هنحط البصل كده
زي الفل. والتحميره دي انا عايز الكرمله بتاعت البصل، ازاي احصل على كرمله البصل واحنا مع بعض كده؟ اه كميه بصل محترمه زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ببساطه شديده، البصل يا شيف مغازي بيطلع ريحه مش لطيفه، وفي بعض الناس مش بتحبه ولكن تحب تاكله، زي التوم كده نحب ناكله في الاكل بس ما نقدرش ان احنا نستغنى عنه. فيقوم الشيف المغازي نخرج من المأزق ده ونعمل ايه؟ حاجه لطيفه كده، اه زي بصل على النار من غير اي بهارات، بحط النعناع ده كده، هو ده الكلام، ونغطي الحله بتاعتنا. ايه اللي هيحصل هنا يا عم الشيف؟ الفليفر والزيوت الطياره بتاعه النعناع وزيت النعناع بتختلط مع انسجه البصل نتيجه التحمير ونتيجه الصدمه الناريه، فيقوم ريحه البصل ما تبقاش ظاهره حتى في ملابسك، حتى في الصالون، حتى في المطبخ، النعناع بيسيطر عليها. هنغطي الحله بتاعتنا ونسيبها على جنب. نشتغل في الفراخ بتاعتنا بالشكل ده كده، جوز فراخ حلوين زي الفل اهو، ادي واحد التانيه، وناخد الفلفل ده عشان عايزينه ونشيل دي ورا، وتعالوا نشوف ازاي هنتعامل مع جوز فراخ حلوين شامورت. النظافه يا عم الشيف، يحب مطبخه رايق، وعلى فكره المطبخ لما يكون نظيف ورايق بيفتح نفسك للشغل وبيخليكي تقفي في المطبخ بدل ما انت عايزه تقفي ساعه زمن، تقفي ساعتين وثلاثه. خلي بالك، سكينه حاميه عشان هنتعامل مع الفراخ دي دلوقتي بشياكه. لا انا مش هشويها على الجريل، الفراخ دي بعد ما تتقطع وتتبل هندخلها الفرن، ولازم نشتري فراخ صغيره. العمود الفقري للفرخه هو المشكله مع تسويه الفراخ، يا اما بتتكتل فيه اوعيه دمويه او كتل دمويه، انا مش عايزها، بشيله كده واخلص منه بالشكل ده كده، واخد كده الرقبه دي او العمود الفقري ده احطه في الميه يديني شويه شوربه حلوين مع بوكيه جرنيه بيغلي على النار، واخد السلسله دي كده اهو برضو هنا في النار، حل على النار كده فيها شويه ميه، فيها جزر، فيها كرفس، فيها بصل، فيها توم، فيها حبهان، واخد الفراخ بالشكل ده كده، ونفس الموضوع هنا. وخلي بالك لما تيجي تقطعي الفراخ تقطعي ما بين مفاصل العظم علشان السكينه ما تتعورش وايدك كمان ما توجعكيش. كده الفراخ زي الفل، نظافه باستمرار عشان انا مش بحب لون الدم. حلو، هنتبل الفراخ دي ازاي يا عم الشيف؟ واحنا مع بعض كده في ثواني معدوده. خلي بالك، شفت انا بدات الحلقه ازاي؟ حطيت البصل على النار بيستوي، حلو الكلام، اكسب وقت وابدا ان انا اجهز التتبيله بتاعت الفراخ اللطيفه بتاعتي. رقم واحد، توم طازه مفروم ناعم، معلقه فلفله حلوه، حلو الكلام، معلقه معجون طماطم لطيفه وجميله. وخليكي حافظه كده على طول، مجرد ما تحطي معجون طماطم في تتبيله الفراخ، في تتبيله اللحوم ايا كان، لازم تحطي معلقه سكر عشان نعالج مشاكل الحموضه. حلو الكلام، مهمه جدا معلقه السكر على فكره. اه ونحط عصره ليمون مع عصره الليمون، بنحط قليل من دبس الرمان. حلو، ايه تاني يا عم الشيف؟ واحنا مع بعض كده واحده واحده، شويه الملح الحلوين. حلو، التتبيله دي احفظيها، هقولها تاني عشان تكتبيها ورايا وتحطيها على باب التلاجه. تتبيله الفراخ على طريقه الشيف المغازي في حاله لما اشويها على الجريلا وادخلها الفرن. تاني، توم، عصير ليمون، ملح وفلفل، بابريكا، شويه كركم، معلقه فلفله حلوه اللي هي الهريسه الحلوه، ما تنساش معلقه معجون طماطم، ومعلقه السكر اللي انا حطيتها علشان الحموضه بتاعه الطماطم. لو عندك حد في العائله بيعاني من مشكله ارتجاع مريء او مشاكل القولون، هنقلب الخلطه دي كده يا عم الشيف، اهي خلطه لطيفه وجميله اهي اهي. دي تنفع مع اللحوم، تنفع مع اللحوم، تنفع مع الاسماك، تنفع مع الاسماك. في حاله لما انا استخدمها في شوي الاسماك احط كمون وكزبره بزياده شويه، واحط شمر ناعم بزياده شويه، يبقى نحط بلس بلس ايه؟ كمون، كزبره، شمر جنب الخلطه دي، وتحولت كده لخلطه شوي الاسماك.
حلو قوي الشيف لما ياخدنا لحته تانيه واحنا شغالين ويجاوب على الاسئله اللي بتخطر على بالنا واحنا قاعدين بنتابع القناه الاولى. التتبيله دي حلوه قوي. تمام، هنجيب كسرولة صينيه عشان هندخلها الفرن. طبعا انت واقفه في المطبخ رايقه وفايقه، كوبايه الشاي بتاعتك، كوبايه القهوه، شغالي المزيكا اللي انت حباها، الاغنيه اللي انت حباها، ودايما تخش المطبخ وانت مزاجك رايق وداخله عايزه تعملي حاجه حلوه. ده مهم جدا على فكره. اخبار البصله ايه؟ نبص على البصلايه الحلوه دي كده، اخبارها ايه؟ اتكرملت ولا لسه؟ يلا خلينا نبص عليها. اه اللهم صل على النبي. النعناع طبعا هنا خدنا اللي احنا عايزينه منه كالعاده. اه ده النعناع، نشيله بقى خلاص كده. اه شفت النعناع؟ الزيوت الطياره بتاعت النعناع راحت فين؟ والله العظيم انا رافع الغطا بتاع الحله وشامم ريحه النعناع في البصلايه. بتقفي بقى بالملابس بتاعتك بالطقم اللي انت لابساه في المطبخ زي الشيف المغازي واقف كده، مفيش ريحه بصل في ملابسك ولا في الصالون ولا في المطبخ خالص. اهو زي ما انا شغال كده، اهو الريحه بتاعت البصل اللي احنا عارفينها دي خلاص مش موجوده خالص في مطبخك. النعناع اللي في ايدي ده نتيجه ان انا حطيته وغطيت الطاسه سيطر على ريحه البصله. حلو. ده البصل هنا بيتكرمل في طريقه للكرمله واللون الحلو خير ارضنا. البصل الاحمر ده المميز طعمه بيكون سكري. ده البصل الاحمر ده، هو ده الكلام. الله عليك، هو ده الكلام. نخلق جو للموضوع. ايه الفرق بين البصل الاحمر والبصل الابيض؟ البصل الاحمر بنستخدمه دايما في الرز الصياديه بتاعنا، بنستخدمه في الطريقه اللي انا شغال بيها، بنستخدمه دايما في شوربه البصل الفرنسيه، بيساعدنا وبينجز في الوقت وطعمه بيكون قوي شويه. البصل الابيض شويه بريء من الطعم بتاع البصل، ولكن يفضل استخدامه في اطباق السلطه. اه حلو قوي كده، البصلايه زي الفل. ابدا احط شويه البهارات الحلوين على البصلايه. ايه البهارات يا عم الشيف؟ خد التركايه دي بقى وادعي لي، خد التركايه دي وادعي لي. اه 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 وعلى عينك يا تاجر من الخلطه اللي انا متبلها من شويه. هو ده. اه بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، هو ده. اه زي الفل. واقلب البصلايه بتاعتي. تمام، واسيب البصل على النار ياخد طعم الكرمله والجو الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده. الاكله دي بتفكرني، نعمين، الاكله دي بتفكرني بايه؟ بالمسخن من المطبخ الاردني. ايه هو المسخن يا عم الشيف؟ نفس البصلايه دي مع صدور فراخ تتقطع عليه وعيش صاج اللي هو خبز الشراك مع زيت زيتون ويتلف في السندوتشات الصغيره دي، مدرسه المسخن. طبعا البصلايه لسه قدامها وقت لما تتكرمل شويه. معايا فراخ انقحها في التتبيله، وخليك انت احسن مني وتبليها من بالليل تبقى احسن بكتير. تبليها وحطها في التلاجه لمده ساعتين. انا هستاذن حضراتكم، هتبل الفراخ دلوقتي في التوابل الحلوه دي كده، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير على ما نتبل الفراخ بتاعتنا ونشوف ايه قصه كرمله البصله. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لرؤية إبداعية. بصل من خير أرضنا طعمه مميز. البصل ده اتقطع شرايح اتحط على النار مع قليل من زيت الزيتون. فكرة المغازي والتركاية المغازي ومعلومة غير معلومة، إضافة وريقات النعناع الأخضر للبصل الكثير في حالة تحميره للتخلص من رائحته. حلو قوي، بحب أنا اللغة العربية الفصحى دي. البصل بعد ما يتكرمل بالشكل ده مع التوابل الحلوة اللي احنا تبلنا بيها الفراخ، بنحط البصل ده على الفراخ وندخلها الفرن. بس كده، هي دي الموضوع. الفراخ الصغيره ما بتاخدش وقت كبير في الايه، في السوى بالشكل ده كده. تبلت الفراخ من بالليل وخلتيها، اهلا وسهلا. اه اخبار الكرمله ايه يا حلاوه؟ هو ده. الله، شفت الجو ده كده؟ بضيف اضافه صغيره كده، بسم الله الرحمن الرحيم، باخد شويه شوربه. الله، هو ده، ده المطبخ، ده المطبخ. تقوم البصلايه تنسجم مع التوابل مع الريحه الحلوه. والله شامم ريحه النعناع لغايه دلوقتي. اه مفيش مكان لريحه، اه في الفليفر بتاع البصل موجود، القيمه الغذائيه بتاعته موجوده، كل حاجه في تفاصيلها موجوده، ولكن ريحه البصل المعتاد ان احنا بنشمها دي مش موجوده خالص. اه بنعمل كده
اللهم صل على النبي. حلو، بناخد البصل ده كده. تمام يا عم الشيف، هندخلها الفرن، هنغطيها طبعا، ده اساسي. ليه هنغطيها يا ام غازي؟ علشان الفراخ تستوي بسرعه والبصل ما ياخدش لون اكتر ما هو اللون بتاعه ده كده، ويحصل فيه انسجام ما بين البصل وما بين الفراخ المكرمل ده كده. صدقيني الاكل ده لما اتحط على الترابيزه او على السفره او على الطبليه اللي بتجمعنا وبتجمع العائله، وايام الطبليه اللي بتجمع كل الاسره، هتاكل البصل وتسيبي الفراخ. الصوت ده رايح منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، تعالوا نغطيها مع بعض. ورقه زبده وورقه فويل، ده الطبيعي. اوعي تغطي بورقه فويل مباشره عشان الاكسده بتاعت ورق الزبده مع الاكل نتيجه تعرضه للحراره. حلو قوي. اه، ورقه الفويل بتاعتك علشان تثبت ورقه الزبده بالشكل ده كده، وهندخلها الفرن يا عم الشيف. درجة حرارة الفرن عندي 180، ولكن السؤال المعتاد لما بنيجي جنب الفرن هنا بنسأل، الصينية دي تتحط بين؟ في أرضية الفرن ولا في نص الفرن؟ مدحت بيقول إيه؟ فوق ولا تحت؟ يا دوحة، يا دوحة، أه حبيبي، أيوه، كل سنة وأنت طيب يا دوحة، عيد ميلادك، أنا شفتك على السوشيال. حبيبي حبيبي أرزاي تو يو دوحة، أهو في قلب الفرن، العب يا سمك. أه اهو ده، ايه ده؟ انتوا كلكم قلتوا فوق، مش في فراخ عايزه تاخد صدمه ناريه؟ الكلام ده لو تاخد وش تتحط على السلمندة من فوق. حلو الكلام، نتعلم مطبخ عادي. اه، نقفل الفرن. انا شلت الغطا من على الفراخ اللي هي ورقه الفويل وورقه الزبده. ليه يا عم الشيف؟ عشان الفراخ تاخد لون، ده الطبيعي. لا زي الفل. وبعدين علشان تاخد لون اعمل ايه؟ بحط مكعب من الزبده على الفراخ. نبص على الفراخ وهي في الفرن كده ونشوف جمالها. اسحبها بره شويه، عينيا، اه زي الفل. اللهم صل على النبي. بص على الكرمله، عينيا. انا عارف ان معايا ايه ده، ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ والله العظيم ابداع من قلب الفرن من جوه. احنا بنخاف، احنا الكاميرا تخش جوه الفرن، طلع الصوره. هو ده، والصوره تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى بوجود الاخراج الجميل الاستاذ احمد عوض. تعالوا مع بعض. اخبار الملوخيه ايه؟ لسه على النار. ايه، انا عايز الشوربه تغلي. طلع الفراخ، عينيا، اللهم صل على النبي. اه، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشم ريحه بصل معايا نهائي، احنا مش بنهزر يا غالي. ليه بقى؟ لان انا حطيت نعناع وانا بحمر البصل في الاول خالص، فطبعا وجود النعناع يا عم الشيف، ايه الجمال والحلاوه دي؟ جيب لي الحمار والشقاوه واللون البرونزي الجميل للبصل الاحمر بتاع خير ارضنا. حلو قوي، اللهم صل. ده الانتاج بقى. كل منا يكون سعيدا لما يعمل عملا جيدا ويشوف الانتاج بتاعه. تعالوا نشوفه مع بعض، نعمل طشه الملوخيه ازاي اللي تقدر تعملها لجوزك في البيت. حلو، نظبط النار، اللهم صل على النبي. تمام، ودي كمان كده زي الفل. ايه الحلاوه دي؟ عينيا، هدلع لك الصوره الحلوه دي كده. انا عارف انت عايز ايه يا حبيب قلبي، حبيب هارتي. اه، نكسر لون البصل، ممكن الاطفال يخافوا منه. اه، في حاجات كده الاطفال ما يحبوش يشوفوها في الاكل، التوم، البصل، اه عظم السمك، راس السمكه، قشر الجمبري، الحاجات دي كلها. اه، نقوم نعمل ايه يا عم الشيف؟ التركايه الحلوه دي كده، حاجة لطيفة وجميلة. ورق نعناع أخضر أو ريحان أخضر بيطفي لون الخضار والجمال على الطبق. اللوحة الفنية والبرزنتيشن مطلوب دايما. الصورة الحلوة بتجعل السعادة على السفرة بالشكل ده كده زي الفل.